هل يا سادة يا كرام تتذكرون مقولة أنطونيو كونتي المدرب الإيطالي الكبير عندما كان مدربا لإنتر ميلان وكان يتواجد تحت قيادته أشرف حكيمي في النادي الكبير إنتر ميلان؟ أنطونيو كونتي حين ذاك أكد أن أشرف حكيمي حلمه الأول والأخير هو العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد. أي نعم يا سادة يا كرام، حكيمي ما زال لديه الرغبة ويحلم بالعودة إلى النادي الذي بدأ فيه، الذي شهد بداية نجوميته، ألا وهو النادي الملكي الأعظم في العالم ريال مدريد. أشرف حكيمي بيرفض إغراءات باريس سان جيرمان ويصر على الرحيل إلى ريال مدريد. قبل الدخول في التفاصيل، فضلا وليس أمرا، لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس من أجل إيصال كل حلقاتنا الجديدة إلى حضراتكم. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت بأن أشرف حكيمي رفض عقد جلسة مع ناصر الخليفي، الجلسة التي كان ينوي فيها ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان إغراء حكيمي براتب ضخم جدا 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 من أجل تجديد تعاقده حتى 2028، وذلك لقطع الطريق على ريال مدريد الراغب بقوة في التعاقد مع حكيمي. حكيمي رفض عقد الجلسة وأبلغ ناصر الخليفي بضرورة الموافقة على عرض ريال مدريد المقدر ب 100 مليون يورو من أجل الانتقال المغربي أشرف حكيمي إلى النادي الملكي في الانتقالات الصيفية القادمة. على الجانب الآخر، نادي ريال مدريد بيرى بأن أشرف حكيمي بالإضافة إلى كيليان امبابي هما هدايا من باريس سان جيرمان لهم في الانتقالات الصيفية القادمة. أشرف حكيمي إلى الريال لا محالة، ولكنها مسألة وقت، بداية من الموسم المقبل.